السلام عليكم واهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم فاتي لؤلؤة الطبخ والجمال. نتمنى وانتم كتشاهدوا في الفيديو ديال اليوم تكونوا في اتم الصحة والعافية وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا في الصور طرطة رائعة شكلا ومذاقا كتستحق التجربة ديالكم. نتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر، فرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير ديال الكيك نحتاج الدقيق، عندي جوج بيضات يستحسن يكونوا في درجة حرارة الغرفة، جوج خمارات، وحدة فاني، ثلاثة المعالق ديال الكاكاو، عندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السنيدة، وقبيصة ديال الملح. على بركة الله كندير البيض في واحد الإناء اللي كنطربو مزيان مع صاشية ديال لافاني. نص كاس ديال السنيده، قبيصه ديال الملحه، نضيف الزيت، كذلك الحليب، وندير الدقيق اللي نغربلو. نحاول ندير الدقيق على حساب الخليط، ما تجيناش خفيفه باش ما تعاودش تنزل لينا من خرجوها من الفران، وما نديروهاش ثقيله باش ما تجيناش معجنه ومدقصه من الداخل. نضيف دابا جوج صاشيات ديال الخميره الكيماويه، ثلاثه المعالق ديال الكاكاو، كيجي الخليط على الشكل كيما كتشوفوا معايا. في مول كندهنوا بالزبده ونرشوا بالدقيق، نهز يدي الفوق باش يدخل الهواء. هيا هنايا الكيكه خرجتها من الفران، طيبتها على نار مهيله، نسقيها بكاس ديال الحليب بارد ونوجد لها الطبقه الاولى. بالنسبة للطبقة الأولى عندي جوج معالق ديال المايزينا، عندي فلون بنكهة الفريز، وثلاثة المعالق ديال السنيدة، سطرو ديال الحليب. في كاسرونة ندير الحليب، ندير عليه السنيدة والمايزينا، الفلون ديال لي واحد شويه ديال السنيده غير باش ما يتكورش لينا من نديروه في الحليب. نديرو فوق نار مهيله ومع التحريك المستمر حتى تعقد لينا الطبقه الاولى. صافي الطبقة الأولى جاهزة باش نديروها فوق الكيك. بالنسبة للطبقة الثانية نحتاج لها جوج معالق ديال السنيدة، عندي ثلاثة المعالق ديال المايزينا، عندي ملون أحمر النكهة ديال الفريز ولا الفرومبواز، وعندي كاس ديال الحليب. هاي هنا عقدت الطبقة الأولى، دابا نجهز الطبقة الثانية. في كاسرونة ندير الحليب، نزيد عليه السنيدة، وثلاثة المعالق ديال المايزينا، نديرو فوق النار ومع التحريك المستمر تكون النار مهيله حتى تبدا دير لنا هكا الفقاعات، نخليوها تقريبا واحد دقيقه ونحيدوها من على النار، ونضيف ليها الملون احمر
ونزيد النكهة ديال الفخومبواز واحد المعلقة، حتى الطبقة الثانية نخليوها تشد راسها. نمشيو نوجدو الطبقة الثالثة والأخيرة اللي كنحتاج فيها نص سطر ديال الحليب، عندي 4 ديال المثلثات ديال الجبن، 3 المعالق ديال المايزينا، 3 المعالق ديال السنيدة. ندير الحليب في كاسرونة، نزيد عليه المايزينا، سنيدة، نفس الطريقة تكون النار مهيلة، تحريك المستمر حتى ديرنا هكا الفقاعات. نخليه مدة دقيقة ونحيدوها من على النار، ونضيف ليها مثلثات الجبن ونحرك بالزربة باش ما تعقلش لي وهي مازال في الكسرونة، باش نديرها فوق التورتة ونديرها منحيد منها البخار نديرها في الثلاجه. انا خرجتها وزينتها بالطريقه ديالي، كل واحد يزين بالطريقه ديالو. بالنسبه ليا انا كانوا عندي الضياف وزربت عليها وتقاست ديك الطبقه البيضاء، اما هي كون جمدت مزيان واخا نحيد ليها القراصه ما غاديش تطبع ليا داك الطبقه البيضاء. نتوما شدوا خليوها تشد راسها مزيان في المجمد، عاد حيدوا ليها الاطار. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كانت معكم فاطمة، نتمنى ما تنساونيش من التشجيع ديالكم، وبالصحة والراحة، والى فيديو قادم ان شاء الله.